مرحبا بي ماي جيست، بيطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. اليوم ضيفتنا المستشاره القانونيه إليان كيروز من ايزي لوز تنحكي اكثر عن القانون العنف يلي كثير من الناس كانوا ناطرين انه يصير في تعديل، قانون العنف ضد المراه. اهلا وسهلا فيك إليان. بونجور انا. خبرينا شوي على اي اساس بعاقب القانون العنف ضد المراه. اوكي، بدايه بدي اقول انه قبل سنه 2014 ما كان في قانون مخصص لهذا النوع من الجرائم، فكانت البدايه بصدور قانون 293 يلي بيحمي المراه وسائر افراد الاسره من العنف الاسري. بس بالرغم من انه العنوان بيوحي بتمييز المراه عن غيرها من الافراد، ولكن الحمايه يلي بقدمها هيدا القانون هي بتتساوى لجميع افراد الاسره. يعني قبل 2014 ما كان في قانون يحمي، ما كان في قانون مخصص للعنف ضد المراه او حيالة فرد من العائلة. كان دائما يكون في استناد لقانون العقوبات يلي بيعاقب الجرائم بشكل عام. نعم، ذكرت إليان انه القانون شمل كل افراد الاسره وما ميز النساء عن غيرهم. مين هن افراد الاسره المقصودين؟ القانون عددهم اذا بدك بشكل محدد، اللي هن بدايه من الزوج والزوجه ووالد ووالده اثنيناتهم، يعني الزوجين، الاولاد، الاخوه والاخوات، والأشخاص اللي بتربطهم علاقة مصاهرة. أوكي. وكمان بدي ألفت أنه ما ميز القانون بين الولد الشرعي أو الغير الشرعي أو حتى الولد المتبنى. نعم. كلهم سواهم بنفس الطريقة. شو هن العقوبات؟ أوكي، على الرغم أنه صدر قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ولكن إذا منلاحظ أنه هذا القانون أحيلنا لقانون العقوبات رجع. يعني ما خصص جريمة العنف ضد المرأة أو سائر أفراد الأسرة. أوكي. يعني رجع أحيلنا لنصوص قانون العقوبات. أوكي، ما عمل شيء كان. يعني هو سهلها، يلي هن أصلاً بمحلات معينة شوي بيشددوا العقوبة إذا كان العنف أو كان الضرر أو الجريمة مورست لأحد أفراد العائلة. يعني مثلاً بنحكي عن القتل، القتل مثلاً شدد العقوبة إذا كان ارتكبت مثلاً بين الزوج والزوجة أو بين الأهل والأولاد. بينما ما ذكر القانون ما شدد العقوبة القتل لباقي أفراد الأسرة يلي هن الأخوة والأخوات وهن اللي بتربطهم علاقة مساهرة. هو بس ذكر شدد العقوبة بين إذا صار القتل بين الزوج والزوجة بس، والأصول والفروع يعني الأهل والأولاد. إليان، صار في تعديل لهذا القانون، كنا عم نحكي بالمقدمة. شو اللي تغير؟ شو اللي تعدل؟ أوكي. في تعديل يذكر ولا؟ لا أكيد، كان التعديل لهذا القانون هو واجب، يعني هو من 2014 لليوم. أكيد كان في مراقبة وهيدا شيء كتير منيح صار إنه كانوا عم بيراقبوا كيف تم تطبيق هذا القانون. وأكيد لقوا فيه ثغرات كتير حسنوها. نعم. مشروع القانون تقدم تحديدا امبارح بمجلس النواب. اول شيء زاد اذا بدك على تعريف الاسره، هن مش بس الاشخاص اللي بتربطهم مثلا بالنسبه للزوج والزوجه، شدد كمان انه نفس الحمايه بتاخذها الزوجه او الزوج حتى لو بطلوا مرتبطين ببعضهم. يعني حتى لو صاروا منفصلين عن بعضهم، لانه لوحظ بهيدي الفتره من بداية من 2014 لهلا انه في هيدا الثغره اللي هي انه ممكن في محلات معينه يصير في انفصال بطريقه هينه، يستفيد الزوج من هيدا المشكله وهو ما يكون مثلا القانون بيشدد على العقوبه عندما يكونوا منفصلين مثلا. سو وضح انه نفس الحمايه بتاخذها الزوجه او الزوج خلال الارتباط، خلال العلاقه الزوجيه وحتى من بعد انفصاله. وكمان اوضح شوي اذا بدك العنف الاسري بشو بيوحي، وضح شوي المفاهيم يلي بتناولها العنف الاسري، يلي مثلا شدد كمان على العنف الاقتصادي يلي نحن ما كنا سامعين كثير فيه من قبل. يعني الى جانب العنف الجسدي والنفسي في عنف اقتصادي يلي هو شو؟ يلي هو مثلا حرمان من المصروف، من المصاري، من الممتلكات، او حيال عنف بطال هول المواضيع. نعم. وكمان في صار نقله نوعيه، ان شاء الله هذا التطبيق اكيد يكون سريع لهم، اللي هو حدد
صار في جريمة قائمة بحد ذاتها اللي هي جريمة العنف الأسري. يعني مثلا قبل كان القانون يحيلنا على قانون العقوبات، بينما هلأ صار بيجرم كل فعل لحاله، إن كان القتل إن كان العنف، يلي قبل مثلا الضرر كانوا يرجعوا يحيلونا على قانون العقوبات، بينما هلأ حدد بالضرر كيف بيتعاقب، كيف بيعاقب القانون عليهم. مثلا شدد على الحرمان من الحرية يلي خصص لها عقوبة خاصة كمان، ووضح المفاهيم يلي بيتناولها العنف الأسري. طب إذا أنا عندي سؤال، أوقات منشوف حالات وكلنا منعرفهم، طلعت على التلفزيونات نحكى فيها كتير، قضايا قتل، قضايا عنف، لحد ما وصل للزوج أنه يعنف مرته ويقتلها، وبعد فترة رجع طلع من الحبس، أو بعد فترة رجع استأنف ورجع يعني أخلي سبيله بسند مادي ما بعرف قدي. هالأشياء وقتها تصير قدامنا منصير شو نفكر، إنه نحن القانون عن جد ما عم يحمينا، ولا في وصاية بتمشي؟ لأنه اليوم نحن ناطرين تعديل بالقانون، بس نحن عنا على الأرض تطبيق خاطئ وغير اللي عم نطالب فيه واللي عم تحكي عنه حضرتك اليوم. يعني قدي بين التطبيق وبين الحقيقة اللي موجودة ومنعيشها كل يوم ومنسمع فيها في فرق، وبين القانون نفسه أكيد أكيد في فرق كتير كبير. هلا نحن إذا بدنا نرجع للقانون كبداية، القانون هو رادع، ولكن تطبيق القانون ما عم بيكون كافي ولا عم بيكون رادع. ليش؟ لأنه في سهو بمحلات معينة، في ثغرات بمحلات معينة، وخاصة باقتراح المشروع القانون يلي عم بحكي عنه صار في إذا بدك شوية تشديد لحماية المرأة بالذات، أكيد جميع أفراد الأسرة، ولكن صار في تركيز أكثر على المرأة. ليه؟ لأنه مثل ما كلنا عم نشوف هي عم تكون بأغلب الأحيان هي الضحية. كرمال هيك قدم حماية زايدة للمرأة، وضح أكثر المفاهيم يلي بيحاسب عليها القانون. إليان، إذا بدنا نحكي عن الزنا، نعم، بيها القانون تحديدا، نعم، شو بيقول؟ هلا رح هون عندنا نقطتين نحكي فيهم. عندنا نقطه اللي هي قانون العقوبات يلي بيعاقب على فعل الزنا، وعندنا اقتراح مشروع القانون يلي هو اقترحه تنلغى عقوبه الزنا من قانون العقوبات يلي هي مرتبطه بالزنا. بس بدي الفت لشغله، انه قبل سنه 2014، يعني قبل صدور قانون حمايه المراه وسائر افراد الاسره، كان في تمييز بالعقوبه بين زنا الرجل وزنا المرأة. يعني كانت العقوبة مشددة على المرأة الزانية أكثر من الرجل. كان بيعاقب الرجل بحالة واحدة إذا كان عم بيمارس فعله بطريقة علنية، بينما العقوبة كانت مشددة على المرأة أكثر. حين صدور القانون بسنة 2014 ساوى بهيدي الحالة بين الزوج والزوجة. يعني بكل بالفعل الزنا صارت نفس العقوبة بين يعني الزوج والزوجة. ما هيك بكير، دايما نحن مؤخرين، نحن عطل مؤخرين. وإذا بدنا نحكي عن الكلفة، الكلفة هي إذا افترضنا أنه في حالة عنف أسري، الكلفة يلي ما في كلفة حددها القانون للحصول على الحماية. أكيد نحن بنعرف أنه عند حصول أي حالة المرأة أو حياة لفرد فيه يلجأ يطلب أمر حماية، ودائما عم بتكون في الأوضاع الاقتصادية شوي ما عم تسمح. كرمال هيك الحصول على أمر الحماية والطلب بمحاسبة الرجل أو حيالة فرد تاني ما عنده أبدا كلفة، وحتى أنه منا بحاجة للجوء لمحامي كرمال تحصل عليها. نعم، اليوم بنحس انه بحيلا مشكل بيصير بالحي مع الجيران مع ناس بنعرفهم، نعم، ما بيدقوا للمحامي او ما بيدقوا لحدا من العائلة، بيروحوا على الجمعيات اكثر. ممكن لانه الجمعيات عم تتحرك اكثر. مزبوط. بدي اذكر انه توصلنا نحن لاقتراح هيدا التعديل القانون كان في جمعيات اكيد ورا الموضوع، لانه هن الاكثر شيء فاعلين بهيدا النطاق. للاسف يعني انه اليوم وحده بدل ما تمسك التلفون وتدق للدرك اذا تعنفت او للقوى الامنيه اللي هي لازم تركض عليها اول وحده. مره بتذكر حطوها على نشره اخبار
انه بركي اللي اتصلت فيه من القوى الامنيه قال لها انه اذا ما في حاله وفاه او ما في حاله كتير كبيره ما بنقدر نتدخل، يعني ما بيقدروا يفوتوا على البيت اذا بس في حاله عنف. مزبوط بحالات معينه بس ان كانت اذا كانت بالجرم المشهود مثلا بهذه الحاله فيهم يتدخلوا بطريقه سريعه. حلو كتير، يعني ممكن تموت هي وما حدا يعرف فيها لانه ما بيصح. هلا هي صراحه من وقت قليل جدا اطلقت مديرية العامة لقوى الامن الداخلي الخط الساخن هوت لاين 1745، هيدا فيهم يتصلوا فيه حيالا شخص عم يتعرض للعنف كرمال ياخذ الحمايه ان شاء الله. هل منع التجول هو عنف؟ اكيد نحن مثل ما قلنا قبل انه العنف هو منه بس عنف جسدي بس كمان عنف نفسي وعنف اقتصادي، ان كان منع التجول، الحرمان من المصروف، الحرمان من حتى المأكل والملبس، هولي كلهم انواع عنف. يعني عنف بس بنشوفه بصور مختلفه. اقتراح القانون لتعديل القانون هولي كلهم وضحهم بشكل اوسع ووسع مفهوم العنف. إليان برأيك بالتعديل يلي رح يصير أكثر وأكثر مع هالاقتراح الجديد قد ايه رح يعلي السقف، ولا برأيك هو لسد بعض الثغرات وبس؟ هلا التعديلات يلي موجوده بهذا الاقتراح القانون هن تعديلات كثير مهمه، اكيد بنتمنى انه يبلشوا تطبيقهم باقرب وقت ممكن، ونحن يعني حصلنا عليها اذا بدك هيدا من اسرع القوانين يلي صار فيه عليها تعديل. يعني هو صدر قانون حديث يعتبر صادر بس بال 2014، بس اكيد لولا الجمعيات يلي كانت دائما عم تشتغل على هيدا القانون انه يتعدل كرمال سد الثغرات ما كنا وصلنا لتعديل سريع. اكيد. وقد ايه اليوم الجمعيات دورها مهم، وقد ايه اليوم المشاهدين اللي عم يحضرونا يلي بيعرفوا حالات عنف او بيتعرضوا لحالات عنف من اللي ذكرتيهم لازم وواجبهم انهم يبلغوا عن هالحالات، لانه يمكن في كثير مشاكل وفي كثير قضايا بنعرفها بس نعرف انه ما بدهم يحكوا او ما بدهم يروحوا. دائما في خوف من العالم، كان من الجيران، كان من المحيطين. بدي ألفت نظر لشغلة انه وقت احد اشخاص اللي معرض للعنف بيطلب الحماية، هيدي الحماية كمان بتشمل كل شخص ممكن عم بيكون عم بيساعد هذا الشخص المعنف. يعني الامر الحماية مثلا اللي ممكن تحصل عليه الزوجة بيشمل مثلا اهلها اذا كانوا هن عم بيساعدوها، لانه ممكن المعنف يهدد اهله. يهدد مزبوط، يعني يضل عم يستعمل تهديده وتعنيفه بكذا اسلوب لحتى الاشخاص المحيطين فيها. فهول الاشخاص المحيطين فيها كمان هن بيحصلوا على الحمايه. إليان اليوم حكينا عن القانون، حكينا عن كل الجوانب هيك من بعيد، عن التطبيق انتم كايزي لوز قد ايه بتلاقوا انه هالشيء عن جد عم يتطبق من وراء كل الشكاوى وكل الاسئله اللي بتوصل على الابلكيشن عندكم؟ خلينا نوجه تحيه هون لمسيو ايدي صادر ومدام باتريسا اللي عم يشتغلوا من قلبهم على هالابلكيشن، وبعرف قد كلكم سوا كتيم عم تحطوا مجهود كبير لا تقدروا تجاوبوا. هلا بنرجع بنذكر فيها شوي، بس بين التطبيق وبين النظريات البعيدة قد ايه عم تشوفوا؟ اكيد نحن كثير بعاد كثير بعاد عن التطبيق، خاصة بالابليكيشن تبعنا بايزي لوز كثير ركزنا على هذا الموضوع بشكل كثير مفصل، وتناولنا اذا بدك كثير مواضيع ممكن عم تكون فيها المس بحقوق الانسان او المرأة بشكل خاص، اللي هن كان جرائم الاغتصاب، التحرش، حتى الحضانة، لانه المرأة بتعتبر حالها مغبونة حتى بهذا الموضوع. نحن كثير مضويين على هذا الموضوع بشكل كثير مفصل. مشان هيك لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا لازم يفوتوا على البلاي ستور او بحيلا تليفون ينزلوا ابلكيشن اسمه ايزي لوز، وبتحطوا اي مواضيع بتهمكم، كل يوم بيجيكم نوتيفيكيشن. انا بتعرف اوقات بنسى او بنشغل بس بنبسط انه بيجينا نوتيفيكيشن عن مواضيع معلومه قانونيه 100% انا حطيتها، وهيك بتبقى بالراس لانه هي جمله سو الا ما تدلك حفظتيها. بقى يعطيكم الف عافيه. هالابلكيشن المجانيه اللي بتغنيكم اذا بدكم عن اي سؤال قانوني انكم تمسكوا التليفون تدقوا للمحامي، فيكم تقروا، في ابحاث، في ناس تشتغل مثل إليان وغيرها حتى يغنونا من المعلومات القانونية قد ما بيقدروا. فتحية لكم. ميرسي، وبدي أشكرك رنا دايما لاستضافتك لإلي ولباقي أفراد
الابليكيشن دايما عم تفتحوا لنا المجال لحتى نضوي على مواضيع مهمه ولحتى نوصل الرساله يلي نحن عم نشتغل عليها. اهلا وسهلا فيك إليان. إليان بما انه قربنا لعيد الميلاد، شو امنياتك بهالعيد؟ امنياتي اول امنيه هي انه نوصل لتطبيق الاقرار هيدا التعديل لمشروع القانون ان شاء الله. برايك ان شاء الله قريبا. يعطيك الف عافيه اليوم، شكرا لوجودك معنا من ايزي لوز. لكن هيدي كانت حلقتنا اليوم مشاهدينا، بكره حلقه جديده، ما تنسوا تعملوا فولو لانستغرام اكاونت تلفزيون الصدى وفيسبوك بيج يوتيوب شانل الصدى تي في. مرسي ليارا زكريا بيوتي سبوت ومحلات هارس بلو، الى اللقاء.